السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها التلاميذ الأعزاء، المستوى الأول ابتدائي وكذلك المستوى الثاني ابتدائي. إذا يكون هناك العديد من التلاميذ لم يتمكنوا من القراءة الجيدة للنصوص وكذلك المقاطع الصوتية، إذا سوف أرافقكم أيها التلاميذ الأعزاء للتغلب على هذا المشكل بشكل نهائي. إذا سوف أقدم لكم عدة فيديوهات تتمركز حول قراءة المقاطع الصوتية أو ما يسمى بالفرنسية لا ليكتور سيلابيك. هيا نتعرف على فيديو هذا اليوم أيها التلاميذ الأعزاء، المستوى الأول ابتدائي وكذلك المستوى الثاني ابتدائي من خلال هذا الكتاب القيم لا سورس دو فرونسي، المستوى سي بي أو المستوى الأول ابتدائي وكذلك المستوى الثاني ابتدائي. هيا بنا نتعرف على هذا الفيديو لكي لا نطيل عليكم. Je lis les syllabes. Ba, ab. Fa, af. Da, ad. La, al. Ma, am. Na, an. Je répète encore une fois. Ba, ab, fa, af, da, ad, la, al, ma, am, na, an. Je lis les syllabes 5 fois à haute voix. Ba, ab, fa, af, da, ad, la, al, ma, am, na, an. Deuxième fois. Ba, ab, fa, af, da, ad, la, al, ma, am, na, an. Et maintenant, je lis les mots. À partir d'ici là. Un, qu'un, na, re. Un canard, un arbre, un arbre, une caméra, une caméra, un canard, un arbre, une caméra. Qu'est-ce que vous allez faire maintenant, mes chers élèves? Vous allez répéter 5 fois la lecture syllabique avec la lecture des mots.